ترتفع للممارسة المخلب نزاهة وشفافية المعاملات التجارية في الأسواق ومتابعة ظروف عمل الوحدات الأمنية وأعوان التعزيز بالمناطق السياحية. كاميرا الأخبار واكبت نشاطات الولايات في كل من نابل وصفاقس، وين قام والي نابل معاينة ظروف عمل الدوريات الأمنية والتقنيات الحديثة المستعملة في مجال حماية المنشآت السياحية. زيارة قام على إثرها بتوزيع المأكولات على أعوان الأمن قبل موعد الإفطار. إن شاء الله نكون في أتم الاستعداد في الموسم هذا، خاصة في موسم رمضان اللي هو في بعض اللي يمكن الإشكاليات الأمنية اللي لازم نستبقوها، ما نزمش نخليه حاجة للحظ. زيارة والي نابل كانت مرفوقة بإطارات مركزية عن وزارة الداخلية وكل من معتمد نابل والحمامات وعدد من الإطارات الأمنية، وإن تم التأكيد على تركيز حوالي 200 عون أمن على الشريط الرملي بالحمامات ونابل. التمركز كما شفتوا معنا الانتشار كان جيد والاستعداد كان جيد والأعوال كلهم عندهم روح استعدادية عالية. من جهته أدى والي صفاقس يوم أمس زيارة ميدانية للأسواق التجارية ببلاد العربي رفقة أعوان المراقبة الصحية لمعاينة الأسعار والموازين وجودة المنتوجات. سجلنا نقاط إيجابية ونقاط سلبية. لعل من النقاط الإيجابية أنه الأسعار للأمانة ما شهدتش تلك ذلك الارتفاع الكبير، باعتبار أنه ثم نوع من التعقل في شراءات المواطنين، وهذا في حد ذاته يعني مكسب كبير وكبير جدا. النقطة الثانية أنه اللي سجلنا بعض النقاط، بعض التجاوزات المعروفة، يعني نحن نعرف أنه شو اسمه في النهار الأول والثاني والثالث بتاع رمضان ومع اللهفة بعض الأطراف وبعض الأشخاص وبعض التجار نقول اللي هم قلة والحمد لله يحاولوا أنه يرفعوا في الأسعار، ولكن الأمن متاعنا والتجارة متاعنا والصحة متاعنا لهم بالمرصاد. كميات الحمد لله معنا أكثر من المطلوب، معنا كل شيء أزيد من المطلوب في جميع الأنواع، في خضر في غلال في لحوم في أسماك، الحمد لله كل شيء متوفر. يبقى الإقبال معناها ملول يبدأ كبير ومن بعد بشوية بشوية يبدأ ينخفض، والحقيقة ما نفش نلقاه حتى حاجة ناقصة إن شاء الله. المواطنين بدورهم اعتبروا أن الأسعار ترتبط أساسا بالمقدرة الشرائية لكل مواطن. الأسوان باهية مناسبة ما يشغل ياسر، الناس تقضي وكل شيء شوية لهفة وبعد تطيح بطبيعتها تدريجيا. غالي ياسر غالي ياسر، الزوالي ما عادش نزل يلحق روحه، شنو اللي تحب نقول لك عليه رخيص، أنا اللي ترمي على يدك تلقاه نار. هذا تتواصل حملات مراقبة الأسعار ومعاينة الأوضاع بالمناطق السياحية وظروف عمل الوحدات الأمنية بهدف ضمان الاستقرار والأمن خلال شهر رمضان.